دينا راح ننتقل على جاليري فرة بمنطقة مكلس لنشوف سوا معرض جماعي بيحمل عنوان ليز اورينتاليست او المستشرقون. هالمعرض بضم مجموعة لوحات من الاحجام الكبيرة والمتوسطة لعدة فنانين برموا العالم خلال قيامهم بمهمات تجارية علمية عسكرية ودبلوماسية، والاستشراق الفني خلال عملية التبادل الحضاري الفني بين الشرق والغرب بالنصف الاول من القرن التاسع عشر. كل فنان اعاد انتاج وخلق واقع خاص برؤيته الفردية، مثل ما عم نشوف اللوحات المعروضة بجاليري فرة بيعز قر الحريم، رحلات الصيد، طبيعة جامدة. إذا ظاهرة الاستشراق بالفن بدأت من عدة قرون وبعد ما انتهت. أسماء مهمة بالفن التشكيلي العالمي وقفت مدهوشة أمام سحر وجمال بلادنا، أمام الخصائص البيئية الحضارية المعمارية والإنسانية. معرض ليز اورينتاليست بجاليري فرة المكلس باقي لغاية 10 كانون الأول المقبل من الساعة 10 للساعة 7 المساء، أما يوم السبت من الساعة 10 للساعة 6 المساء.